عليكم اخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. وعواشر مبروك علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه يا رب. الله يعمر ربي يزول عنا هذا البلاء وترجع المال مجاريها. نتمنوا للجميع الشفاء يا رب. اليوم اخواتاتي انا غندير هاد البلاغات وغنشارككم معاكم لي غزالين تبارك الله، تيجيو رائعين، نتمنىكم تجربوهم، راهم غزالين وبساط وساهلين، دغيا تنوضوا ان شاء الله تصايبوهم. بسم الله على بركه الله. ندوزو للطريقه كيفاش غنحضرهم. هانتوما اخواتاتي راه تيجيو غزالين، شوفوا ما شاء الله، وهشاش معسلين وزوينين. نتمنىكم اخواتاتي تجربوه. بسم الله على بركه الله. ندوزو للطريقه كيفاش غنحضرهم. بسم الله اخواتاتي، المقادير ديال البلايغه عندي هنا جوج كيسان رمز ديال الفورص، عندي جوج كيسان ديال الجنجلال بعد ما صحتهم شويه، عندي هنايا عواشقه ديال حبه حلاوه، عواشقه ديال النافع غير صغيورين، عواشقه ديال القرفه، طريقه ديال الملح ساهله تجي اخواتاتي، شكلها تيجي رائع، شفتوش تجي رائعه. نتمنىكم تجربوها، وغير كميه على حسب البنات المبتدئات اللي بغى يضاعف المقادير يضاعفهم، كميه قليله بنادم تيزعم عليها ويديرها. عندي هنايا جوج عواشق ديال الزبده وعاشقه ديال الزيت، نبسبسو شويه بحال هكا، النافع تعطي واحد الريحه زوينه مع الجنجلال والقرفه. عندي هنايا كاس، نص كاس ماء ونص كاس مزهر، ها هو شفتو العجين حتى هي ماشي بحال الشباكيه، ديك المره حطيت لكم الوريضه، هذه المره البليغه ان شاء الله تجي زوينه، نعطيكم غير كميه قليله باش كلشي يزعم وكلشي يصايب، وديك الساعه اللي بغى يكثر يضاعف المقادير. خاصني شي عواشقه ديال المحك، انا ما معمرش الكاس، غنزيد شي عواشقه المصاف. غادي نجمعها نديرها في بلاستيكه نخليها 10 دقائق تيشربوا المقادير هذوك، تجانسوا ليا مع بعضياتهم مزيان وتلاقوا عاد باش نخدم. صافي على هذا الشكل تكون. على هذا الشكل تكون رطبه بحال بعد ما جمعتها درتها على ثلاث كوارات بحال هكا. صافي غنديرو في البلاستيكه، ساهله خواتاتي غير البدايه، وتكون عندكم العزيمه كلشي يجيكم ساهل ان شاء الله. صافي غنخليهم حدايا هنا، غندير البلاستيكه بحال هكا، نمشي الكوره بحال هاد الشكل، تتسرح بسهوله. صافي على هاد الشكل تكون رقيقه، شفتوها نتوما رقيقه اللي باين لكم مزيان. غندير مربعات، حيد لي هاد مقادها، حيد لي هاد الجوانب بحال هكا باش تعطيني شكل زوين.
اللي ما عارفش يديروا مربعات، وغنوريكم حتى الطابع كنحاولوا معاها هادشي بحالكم. صافي من نكورو ما والو، غادي نجمعهم بحالكم. هاك الجراره ما تصبش تمشي مع الجنجلان، ديروها بحالكم غير بشويه. نعاود تاني نرجع نضرب من هنا، نعاود تاني نجي لهنايا هكا مربعات. صافي نهز هاد المربع نجيب هنايا، نجيب هادي هنا، نجيب هادي هنا ونضغط مزيان. صافي نحط الصبع ديالي هنا باش ما تحلش لينا في القلب. بحال هكا الشكل نضغطو مزيان باش ما تحلش لينا ملي نكونو نقليو. قاتو ب قاتو باليد ديالنا بحال هكا وبحال هكا، ونضغط مزيان. صافي بحال هكا، نجي عاود تاني هنا ونضغط مزيان تجي زوينه هاد البلايغه هادي بحال هكا. نجبد هنا ونجبد هنا وندير هنا، ولكن نضغطو مزيان باش ما تحلش. بحال هكا نضغطو مزيان باش ما تحلش لينا ملي نكونو نقليو. بحال هكا بحال هكا نورك مزيان الصبع ديالي هاني. صافي بحال هاد الشكل، شوفو نتوما الحجم اللي بغيتو، صغيرة كبيرة، الشكل اللي عجبكم ديرو على حساب المربعات. ثاني غنجي هنا نديرها في واحد الصوينيه ونخليها تنشف ولا بلاطو ولا على خفتو منا. خرجوا صباحكم بحال هك، نضغطوا بحال هك، نضغطو ما نخافوش، نضغطو عليها المربع الاخر. نضغطو عليها مزيان، نعاود نوريكم ثاني وحده اخرى ديرو بحال هكا. نعمل غير كميه قليله نكمل ونتلاقاو ان شاء الله بحال هاد الشكل، نكون شرحت لكم مزيان ان شاء الله. انا خواتي درت الست تيسخن بعد ما كملته وشكلته على هاد الشكل، شفتوا؟ نتمنى تكون واضحه لكم الصوره. هيا نشفات، صافي غنبدا نقلي بسم الله. معليش طاحت لي في الحيوة، معليش أنا نخسر، كنت كيعرف شوية هي باش ميخسرش ليا الشكل ديالها. النار تكون منحوسة، شوفي راه سخن الزيت، جربت في واحد الحيوة لقيتو هو هذا،
حطوا نقص العلفين ديال ها يا خواتاتي بعد ما تحمرات ليا هذه وهذه هي دسه في العسل صافي غنحيدها من العسل بحال هكا صافي غنبقى مستمره بحال هكا حتى نكمل تحمر بحال هذا الشكل تاخذ اللون تجي لوينه زوين صافي هذيك راه درتها في العسل نوريكم الكاميرا بحال صافي الاخرى راه جبدتها صافي وغادي نكمل بحال هكا كلشي نتلاقاو ها انتما خواتاتي بعد ما ساليتهم زينتهم تيجيو غزالين نتمنى من الله يعجبوكم الشكل ديالهم تيجي رائع كميه رواية بعش شحال عطات كميه زوينه نتمنىكم خواتاتي تجربوهم ساهلين وبسلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله ديما في الجديد والى عجبوكم ما تنساونيش وبارطاجيو مع العائله والاحباب وبالسلامه عليكم.